يا عم جواد. بعدين سوري. بعد هذا شو اخواتي. يا عميد اهلين وسهلين. اهلين اختي اهلين. استغفر الله استغفر الله. اهلين اختي اهلين. كيفك اخي جواد؟ اهلين اختي. رح اعمل لكم كاسة شاي. يسلم ايديك. شرفوا على المضافة شرفوا. يا رب يا رب. علي ابو جهاب. سلام. الحمد لله الله دخيل اسمه وصار بحاله. ايه والله الحمد لله، بس كان لازم اخوه يذبحها لعمي. ايه نعم. لو دري بعملتك هذبحها. سيدي يمونا بسيرتهم احسن. ايه سهر. امور ابو جهاب. ما يغمر عليه صغير. نحن جايين لعندكم مشان محجوزه اختكم. قصده اخي ابو جهاب يقول انه نحن ناويين نعمل العرس يعني بهالقريب. اذا كان ما عندكم ماني. شو عليه؟ انتو شوفوا الوقت اللي بيناسبكم ونحن ما عندنا مشكلة. يا سعدي الله يرضى عليكم، لا تطمعوا فينا، يعني شلبنوها قد ما بتقدروا من قريبه من قريبه. صهري شوفوا شو طلباتكم نحن جاهزين. نحن ما عندنا طلبات. لا ما حلوة صهري. يعني الحمام والتحلاي الخوجة وخلافه يعني هاي الأمور. لا يا معلم جابر. علي الجيرة ما بتدفعوا برغوت واحد لو وصلت تكاليف لعشر ذهبات. أنت ما عليك غير تصلك العروس لباب بيتك. فضلت علينا يا صار، فضلت علينا، الله يقدرنا انه نرد لك اياها بالايام الجايه. خيركم سابع ابو دياب ولو؟ تفضلوا يا شباب يلا خلينا نمشي. وين رايحين ما نتغدى سوا عدو؟ مدهم يا مدهم. ايه يا ماما. شو في يا ماما احكي؟ مشان صهري جابر. شو بو جابر؟ الجماعة بدهم يساووا العرس والمخلص. ايه شو علي يا ماما؟ انتم مجهزين لكل شيء لفهمية وخاصية؟ توبرني كل شيء من احسنه. ليك يا عمي. ايه. انا بدي عرس فهمية يكون كله عندي. بدي استكري لاحسن حمام. وانت بتحكي مع الداية ديبي، جيب لنا خوجة مرتبة وشاطرة وتدق على ود منيح. سلموا ايديك توبريني. شو ليش واقفة اختي عدي؟ والله وكبرتي يا فهمية ورح تتركينا وتروحي لبيت جوزك. الله يديمك فوق راسنا أخي. الله يهنيكي ويسعدك ويرضى عليكي. يبعث لي حمار يا مو. شو رح تبكي؟ لا يا مو لا، بس أنا فرحان للفهمية. حبيبي البنت آخرتها لبيت جوزها. مظبوط إني مظبوط. بس فهمية وعمار بعد أبي الله يرحمه أنا اللي ربيته وقلبي تعلق فيه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويعمي عنك أولاد الحرام. لك قلبي وربي يرضوا عليك. إن شاء الله هيك، الله يطولنا بعمرك ويخلينا إياك يا بركتنا أنت. يا مو، أنت لهلا ما جاك ولد. شو رأيك تتجوز؟ تتجوز؟ إيه لك أمي، بركي الله بيرزقك بولد. لا يا مو لا، أنا بحبها لعفاف ما رح أتجوز عليها. لك امي هي بدها اياك تتجوز. هي قالت؟ ايه هي هيك قالت. معناتها عفاف ما لها مفكره فيني بنو. منيح اللي ما لمحت لها وتحركشتها. شو قلت يا مو؟ اتركي لي القصه هلا يا مو. ومشان اخوك ايمتى بدنا نساوي العرس؟ صاي ذكرتيني. لازم هالكم يوم امروا عند ابو محمد ونحدد موعد قريب مشان ما تضلي لحالك بعد ما تجوز فهمي. الله يرضى عليك. يا عميد اهلا وسهلا ابو دياب. المهلي عقيد. عقيد دخيلك. ام قاعود اجى شي لهون لعندكم على البيت؟ اي نعم. شو بدها؟ ولا شي اخي جابر ولا شي، قصه صغيره وماتت بارضها. ابو فهد احكي لنا شو بدها، ليش اجت لعندكم؟ اخي بصراحة انا جاي تفضحك قدامنا لحتى نبطل نجوزها من عنا. والله مشان هيك على حالك يا مقعود والله. طول بالك ابو دياب، طول بالك. هاي حرمة سافلة قيمة براسك لا تفكر فيها. ايه ماشي، شو عليه؟ مو سيدي اموركم صارت جاهزة. ايه نعم. ايه ان شاء الله خير. ضل بخير يا عقيد. ابو فهد بعد امرك يعني فينا نجي بعد الظهر ناخذ الجهاز اذا ما كان عندك مانع يعني. مانع شو يا رجل؟ يا ميت اهلا وسهلا فيكم. اهلين يا فهد. معلمية! معلمية! عن اذنكم تكتي. شرف سيدي شرف، اذنك معك.
خير، ليش تارك الخان؟ عقيد انوار ضعفان ما اجى اليوم، فقلت لحد يجيب خبره. خير ان شاء الله. شو ما مغوث؟ ايوه، معناها روح شق عليه وخذ له شويه فواكه، وبعدين رجع طمن. ايه بتأمر عقيد. تعال بصير يا تعال. شايفك هالكم يوم وعلى الحشيشه. لا ما في شيء الحمد لله عقيد. لانه الزباين عم يشتكوا منك. ها؟ مني انا؟ ايه، قال ما عاد قعدت معهم وسليته. يا عقيد انت بتعرف هاليوم انا ما عم نام بالخان. ايه مزبوط، بس عم تضل قاعد هنيك لبعد صلاه العشاء، بقى احكي له حكايتين وبعدين تيسر. بتأمر عقيد. عقيد هديك المره شفت لك عبود لامم هالزباين عم يحكي لهم قصه هيك. شو قصده؟ السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. نورتي بيتك. سبحان الخالق. فهمي يا شبنا. اختك راحت لبيت احمل عقيد جابر مشان تسوي سمعته، الا خليها تزوق على حالها بقى. راحت على بيت احمل العقيد؟ اي نعم، ما بكفي انه سترنا عليها؟ اختي شو عامله لحتى تستروا عليها؟ ما لا عامله شيء. هالكلمه صار لك قايل لي اياها مرتين، اختي شو عامله؟ قلت لك ما عامله شيء. ابو دياب من يوم ورايح انت عدوي اذا ما بتقلي اختي شو عامله. عمران خلي الطابق مستور احسن لك. شو يعني في شيء؟ ايه في. لا يا ابو دياب لا، روحت الحربة. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يعني عمران رح يذبح اخته. مالك حق ابنه؟ لك اخي ما كان يسرى، بدي يعرف اخته شو عامله. شو سويت يا عمران؟ ذبحتها، ذبحتها وغسلت عاري. حسبي الله ونعم الوكيل. بس ولا كلمة، ولا كلمة. خلي كل الناس تعرف اني ذبحتها وغسلت عاري. قلت لك اسكت، هات الشبري من ايدك. جواد خذ عمران على البايكة. تأمر عقيد. يلا قوام قوام. شو عقيد؟ شو صاير؟ ذبحها. يا باطل يا باطل عليك يا ابو دياب يا باطل يا باطل. انا ما عم تقولني مين؟ انا جابر. جابر اهلين معلم جابر. اهلين اخي. السلام عليكم. خير شايفك مو على بعضك. الك ولا للديب عقيد؟ لا شو هالحكي هاد، خسر ديب. عمران قتلها لمقعود. ايه خرجها الله لا يقيمها وخليه يكسر لها راسها كمان. ذبحها اختي ذبحها. شو؟ ذبحها؟ ايه ذبحها. بدنا نخبيه لعمران القط ببيت عمك حمدي اش كان فاضي. شنو بالبايكه ما في امان. صار. لك ستي احكي شو عم يوجعك؟ يا ستي والله والله ما بعرف شو صار لي. ما بتعرفي شو صار لي؟ اشكيكي لالله، الله لا يكبرك ان شاء الله. وانت يا عم ابو حميد شو عم يوجعك كمان؟ الله لا يدوقك اللي دايق ظهري، ظهري من فوق ومن تحت عم يجعني خير. الله دخيلك دخيلك يا سعده، خدني على ضيعتي بدي موت هنيك دخيلك. سلامتك عمي سلامتك. يا ستي والله عين عين وصابت ضهر. عين ولك يا ستي مين بده يصيبكم بالعين؟ اخ يا ستي من يوم
يوم ما تزوجنا ما بعدي شو صار بحياتنا، ما شفت هالوزع كله ما كان موجود. كله منك انتي، منك انتي. ليش مني انا؟ شو دخلني انا؟ شو دخلك؟ مشكيكي لله. لك شو هاد ستي؟ صوفي شو هالكحلة والغندرة؟ لا كحلة ولا غندرة ولا سيف يا لكم باباتي لك ستك مفكري حالة بنت 14 سنة. هدت حيل يا الله هدت حيل. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا